دلوقتي احنا النهارده هنعمل جلاف هيتش ريسترين. الجلاف هيتش ريسترين كل اللي احنا محتاجينه، ومحتاجين جوز، ومحتاجين عندنا 3 لايرز اوف كوتون. اول حاجه عندي ببتدي اعمل فيجر 8 بالشكل ده، وابتدي امسك التو لوبز مع بعض واشد واحده قصاد واحده لحد ما اعمل لها ادجاست اكوردنج للسايز بتاع الهاند بتاع التشايلد. وابتدي اجي للتشايلد لو هو لابس لونج سليف، حتى لو هو لابس لونج سليف ببتدي اعمل له بادنج كده عشان ما اعملوش انجري للسكين بالثري لايرز اوف كوتون. وابتدي احط عندي ريسترين واعمل له ادجاست واعمل تشيك اذا نوت تو تايت نوت تو لوز. يعني انا المفروض بعمل تحت العقده مش تحت القطن. ابتدي احط الليتل فينجر واتاكد ان هو نوت تو تايت اند نوت تو لوز فور التشايلد، وابتدي اعمل له سكيور عندي بس بحيث ان انا اسمح بموبيليتي بسيطه للطفل، بس ما توصلش لدرجه ان هو مثلا لو عامل كليفت ليب او كليفت بالات ريبير سيرجري ان هو يقدر يوصل لها. وابتدي بعمل سكيور، ولازم العقده اللي انا اعملها تبقى ايزي تو بي ريموفد ان الامرجنسي. ادي اول ربطه، تاني ربطه، بتبقى بالشكل ده اهي في يمكن ناحيه واحده بحيث ان في حاله اي امرجنسي عندي يبقى ايزي تو بي ريموفد بالشكل ده.